بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة سنن المنسية. عنوان هذه السنة المنسية الترديد خلف المؤذن. عجبني واحد البطل عالمي وكان داير واحد ندوة مع الصحفيين، فإذا به هو هذا ماشي عربي، هذا غربي وسلم، فسمع الأذان ووقف هذاك الشيء كاع كله، والصحافة العالمية تتصور فيه وبدا تيردد حتى كمل الاذان، عاد كمل هو هذيك الندوه ديالو. هذه سنه منسيه في جميع المجالس ديالنا، حيت نسمعوا الاذان نوقفوا ونرددوا معاه، ومن بعد ذلك حيت يكمل المؤذن نقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، من قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والسلام عليكم.